وصل النسق المرتفع للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في عدد من الولايات، حيث سجل بولاية صفاقس 11 حالة وفاة جديدة، فيما حافظت ولاية مدنين منذ عدة أيام على معدل 5 وفيات في اليوم. وبالنسبة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، فقد سجل بولاية مدنين أكبر عدد من الحالات، حيث تم اكتشاف 97 إصابة جديدة. ووفق آخر الإحصائيات التي نشرتها وزارة الصحة أمس، سجلت تونس 1448 إصابة جديدة بفيروس كورونا و106 حالات وفاة بتاريخ 4 مايو الجاري. وضع وبائي، قال وزير الصحة فوزي مهدي على هامش زيارة تفقد أداها إلى المستشفى الميداني بقاعة حمد العواني بالقيروان والمركز الجهوي للتلقيح، قال إنه وضع خطير خاصة مع تواصل الضغط على المستشفيات أسرة الإنعاش. احنا وقت بدينا جينا الوزارة كان عندنا 90 سرير إنعاش، اليوم ولاو 400 ومازال يزيد العدد. كان عندنا 450 سرير أكسجين ولاو 2250، ما تضاعفوا في الأربع 4 مرات، وهذا يتسبب في تضاعف الحاجيات من ابتداء الأزمة لتو 4 مرات في حاجيات الأكسجين. لك علاش احنا نخدموا ملي جينا عملنا خليه على الأكسجين، خاطر عارفين الوضع مش يوصل هكا. وبخصوص الإجراءات المتعلقة بفترة العيد والتي ينتظر أن يتم غدا الإعلان عنها، دعا وزير الصحة التونسيين إلى الاكتفاء بالمعايدة عن بعد حماية لهم ولأقاربهم. مهما تكون قرارات اللجنة الوطنية، احنا مواطنين نحمي أرواحنا، احنا نعرف عيد، نعرف الناس اشتاقت لعائلات تحب تزور، نقول لهم زوروهم عن بعد المرة هذه، خلينا نعيدوا بعد أعياد أخرى خير من العيد هذا، إن شاء الله الناس كل تفهم. الوضع خطير والكل لازم نحمي بعضنا. وفيما يتعلق بالحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا في يومها 54، ارتفع العدد الإجمالي للتلقيح التي تم استعمالها في تونس بتاريخ الأمس إلى 444,490 تلقيحا، وبلغ العدد الإجمالي للمسجلين في المنظومة الوطنية للتلقيح إيفاكس نحو 1,540,000.